الاشاعات يقولوا هذا فريز مريض ما مريض، وين ما كاين والو، حنا خدامين فيه، الناس يدوا عليه الاقبال والثمن ديالو مناسب للكليان على برا. فريز هما تيقولوا الناس بان الفريز عندنا، عندنا وزاره الصحه، عندنا الناس مكلفين بهذا الخير هذا. كون كانت شي حاجه لا غادي يديروها في التلفازه، يديروها في الاعلانات، كلشي ما كاين، تيبان ليا ما كاين على هاد الساعه ما كاين والو. يكون شي تقرير رسمي بان الفريز فيه شي مرض ولا شي حاجه، ما كاين والو. والجوده ديال الفريز من احسن هاد العام بعدا، كاينه الجوده ديال الفريز كاع. هاد الفريز هذا ديال الدلالحه ديال العريش، حاجه مزيانه. ها هو الجوده ديال الفريز كاع من احسن الفريز هو هذا. هذه هي صابونه، تيقول يا صابونه حاجه مزيانه، هو هذا اثمنه مزيانه. اقبال على برا، حنا تنسقتو معنا لما كازا لا والو، تنسقتو تندو مره، كل مره كيفاش، مره ندو ب 10 دراهم، تنبيعو الفريز على برا 260، مره على حسب، على حساب السوق. الا كان الاقبال هنا في السوق باغي الناس فريز كثير، تيكون على برا الثمن. كان هنا ما باغي السوق تيولي على برا الثمن، تا هو مناسب للناس. فريز نشرب 11 درهم تنبيعو، 260 تنديرو درهم ديالنا، 2 درهم تنبيعو. السلام عليكم. بخصوص مرض الفراوله، كنظن بان كتبقى غير اشاعه، ما كاين لا مرض لا والو. حيت فريز مليح، ما كاين لا مرض لا والو، غير اشاعات، اشاعات ديال الفيسبوك. وفهاد العهد فاش كاينين راه دغيا غادير اشاعه، دغيا غادير شي باج ديال الفيسبوك كتلو اشاعه بان الفراوله مريضه ولا الدلاح مريض. المهم ما كاين حتى شي حاجه رسميه، ما حد ما داز داكشي لا في التلفازه لا لا في شي صحيفه رسميه، راه ما كاين لا مرض لا والو. وتيتباع بالثمن، وتيتباع بالثمن. هذه راه ما مريضه ما والو، شوف فيها تبارك الله. كيما قلت لك كيبقى هادشي غير اشاعه، ما كاين حتى حاجه رسميه. هذا ما كان ودي المرضي، ايوا الثمنه من 12 درهم وانت طالع 12 13 14 حتى 15 درهم، شي حاجه مليحه. كون كانت فيه شي مرضى راه ما يمكنش، راه يقدر تدي 100 ريال ولا 4 درهم ولا، ولكن راه ما مريض ما والو. كاين الهزان الحمد لله في هذا رمضان. الاقبال راه كاين، اقبال كثيف، اقبال راه كاين، اقبال انت كتشوف جوج كاميوات، راه انت كتشوف اقبال كاين. والثمن هذا ما كان ودي المرضي. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.